أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. حقوق الناس، حقوق 100 مليون يا جماعة. بيعايرونا بفقرنا، بس أنا مش هسكت. لا يمكن هنسمح أبدا إن احنا يبقى عندنا عشوائيات كده تاني أبدا. أنا بقول لك هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده. بنحاول كتير قوي مع كل شبابنا ان احنا نوفر فرص حقيقية لمستقبل افضل. ايمانا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، واعلن اطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية. احنا بنعمل لأهلنا، لناسنا، لبلدنا. واحنا بنعمل الإجراءات ديت عينينا على المواطن اللي هو البسيط. ناس ظروفها صعبة، المهم احنا نقول نلغي بطاقات التموين لا، مش هيحصل الكلام ده. مسار الإصلاح اللي احنا بنتكلم عليه في جزء كبير جدا منه بيرجع للشعب المصري. كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديها. هندخل على مراكز كاملة بالقرى اللي موجودة فيها بتوابعها، عشان لما نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى ما يبقاش فيها حاجة ناقصة خلاص. هنفضل كده، نفضل نبني ونعمر لغاية آخر لحظة. أجدد لكم عهدي أمام الله بأنني سأظل أعمل بتعاونكم وجهدكم، بدعمكم ودعوات البسطاء منكم، من أجل حياة أفضل لنا جميعا نرضي فيها الله عز وجل ونعلي شأن وطننا العزيز.